متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى البودكاست اليومي من موقع لبنان الكبير. كتب عبد الوهاب بدرخان في مقالته بعنوان دوام الحال الإيرانية من المحال وقوارب الموت ليست حلا، يقول: بين أواخر نيسان الماضي وأواخر أيلول الحالي قضى أطفال ونساء ورجال غرقا في البحر، حاولوا الهروب من جحيم لبنان، باعوا كل ما يملكون ليستقلوا قارب الموت وخسروا كل شيء. أما تجار مافيا التهريب فراكموا أرباحا على أرباح، عرفت أسماء الضحايا ولم يكشف عن أي من المجرمين الذين رتبوا لهم وسيلة هذا الانتحار الحتمي. قد يعرف هؤلاء لكن لا أدلة تدينهم، إما لأن شيئا لا يربطهم بملكية القوارب، ولأن أحدا لم يتعامل معهم مباشرة، بل مع عملاء لا يلبثون أن يتواروا ليظهر بدلاء منهم بعد حين، وإما لأن هذا الإتجار بالبشر محمي بمنظومات سلطوية مرتشية، كما هي الحال في كل منافذ التهريب على شواطئ المتوسط. وكتبت روان بودرغم في مقالتها بعنوان توما الأرمني يستحضر غياب الشيخ سعد وطنيا، تقول: غابت زعامة آل الحريري عن الساحة السنية، فتشرذم الواقع النيابي وتشتت الموقف على عتبة استحقاقات دستورية مفصلية، في مقدمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وسعيا إلى لم الشمل، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب السنة إلى لقاء في دار الفتوى لوضعهم أمام مسؤولياتهم في اختيار رئيس يحافظ على ثوابت الطائف والدستور والعيش المشترك وشرعية لبنان الوطنية والعربية والدولية، غير أن الواقع المسيحي ليس أفضل حالا من الواقع السني، فالأقطاب المسيحيون الكبار لا يتلاقون على مواصفات موحدة للرئيس المقبل، لبل يلوح البعض منهم بتعطيل نصاب جلسة أهم استحقاق دستوري مسيحي. أما مروان سلام فكتب في مقالته بعنوان دار الفتوى تريد رئيسا مسؤولا لم تلطخ يداه بالدماء، يقول: حين تطالب دار الفتوى والنواب السنة في لقائهم الوطني برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان برئيس جمهورية يتصف بالمسؤولية، وكأنهم يؤكدون أن لبنان متعطش لرئيس جمهورية ليس عديم المسؤولية كرئيس الغلطة الفاشل ميشيل عون الذي ترك كل لبنان وحصر نفسه على مدة 6 سنوات أميرا على مقاطعتي الرابية ومينا الشالوحي يساعده في بخ السموم ولي عهده صهري جبران باسيل. لمتابعة مقالاتنا كاملة وكل مقالات كتابنا تابعونا على الموقع الإلكتروني grandalbi.com وعلى كل منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.